السلام عليكم. 3 سنوات يعانون على خط النار، 3 سنوات يتعرضون فيها للعقاب بسبب موقعهم الجغرافي لا أكثر. أراضيهم الزراعية أصابها الخراب، والقناص الحوثي المسيطر على منطقتهم يستبيح دماءهم جميعا. كل من يتحرك في مرمى القناص هدف متوقع. أما من يختبئون من القناص فقد تصيبهم شظايا قذائف المدفعية وغيرها من أنواع القذائف التي تستهدف هذه القرية بشكل دائم. فريقنا زار قرية الشكب بمحافظة تعز وشهد مأساة وكارثة يعيشها مدنيون لم تلق حتى الآن الاستجابة التي تستحقها، لا على مستوى العمل الإنساني والإغاثي لمئات من الأسر التي فقدت كل مصادر دخلها وتقطعت طرق مواصلاتها، ولا على مستوى عملية التحرير التي توقفت على حدود القرية وجعلت سكانها في مقابل قناصات الميليشيا وجها لوجه. مشاهدينا الكرام، سكان قرية الشكب يتحدثون إليكم في الفيلم التالي، نشاهد ثم نعود. مش موتيش، ارفع ايديك ارفع ايديك، الله الله، قل الله قل الله الله. بزني بزني، انا بدي اكون دلي بس يا باسم سعيد عون. لهم ما قالوا لي هيفا قتل بالصار وخلاص سقطت الارض، ريحته شو يصير بعدهم يكون الناس ما عاد سكتوا شو يصير، خلاص فلتوا من الارض معاهم. ما قدرتوش امسك نفسي، خلاص فلتوا خلاص، ما طلب عندي. هذا القذيفه هنا اجاءه ملاه، وهي كان هناك اي محل، هذه البنت محل هذه، والقذيفة جاء له فوق حتى طيرت به، اقترع دمي بساعته هناك. وبعد سارة أني ماشي أموت، أني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أني ماشي أموت، أني لا تقبرونيش، أني سعفوني، أني يا مقامة سعفوني، أني ماشي أموت، كانت تقول لهن. بالرغم من راح هذا كله والأمر هذا فيه وتنطق الكلام، شاهد تكبر لا حتى قطف عند الشبكة، اتصلوا لي لهنا قالوا أنت هاقم تعمل ركعتين حمد شكر لله، وأبوي بعدين تعوقونا، وأخوي الأكبر أخوي من أخوتي ضربتونا الرصاص، القناص ضربوه بالدار، تخرج من هذا الشوية، ضربوه هنا تخرج من هذا الشوية، لربي بعث له دكتور ما شاء الله، الله يطول بعمره خلي دقوا عياله، عالق ضحين معوق حركي. الله عد الله، ما قدرت انسي بنتي لثمانية شهور، ما قدرت انسي من عقلي، لقيت له فوقي كانت اقول الله تقبرني، ان شاء الله يقتل الحوثي اللي قتلني، لا تقبرني شاموت، لا تقبرني ما شيء شهود تدخلني شقادر. يعني نحن في مأساة لا يعلم بها إلا الله، يعني نزلت القذائف علينا كالمطر، من هذه القذيفة عيار 120، يعني ضربت الخزان الماء مما أدت إلى تشققه، ويعني وهدر ماءه، ثم البيت شققت، الرواشين تخربت، ولطف الله ربي سري علينا، كنا نيام أنا وأسرتي داخل، يعني البنت الصغيرة حقنا يعني وقعت درفة فوقه، وربي لطف به، إلا أن هناك يعني إلا أن هناك البنت الكبيرة أصابت في العنق، والآن تعاني يعني من ارتخاء في الأعصاب كامل. البنت الثانية كان في البيت الثاني ضرب الصاروخ إلى عرض الجبل مما أدى إلى فقدان سمع نهائيا. نحن مهددين، نحن لا البنهار مهددين، نحن ما ندمها جناهم، ما ندمها شنهم، لنا 3 سنين محارصين. الزراعة متوقفة، أقسم لك بالله دحنت إنه حتى السمع، نحن حتى نفقد الآن سمعنا من رقات الصواريخ، بعض الحين عن يسمع بعض الحين ما نسمع من رقات الصواريخ لما يقعون. وقع الصاروخ لو نقل فوق بيتنا حتى مع طنان آذاني بنتك كذلك ما سمعناش. أجا الحوثي مغرب خرجني عيالي ما خليش اشغل هذاك حق، ما قدرش افرط له، بعد 3 ايام فرطوا له عندهم، قصوا 3 ايام ماتوا، وانا صرت مسمش شطح لهم عيالي، صرت شطح لهم 3 ايام، بعد ما ماتوا ب3 ايام
قنصني صرت المستشفى الروضة. هون حصلوا زوجي سر بلاخين واستخطفنه، جلس 3 أيام عذبنه عذاب، حرق له حتى بالضاي، حرق له مقافن عينه، اشتغل لنا شغل المهم. والآن بحال نفسي بشر ب15,000. لا السنة فقروا ببيتي، اثنين خزانين، واثنين داور منهم 10 أماكن مع مشايات. ماكينة حجار، دراي، الآدة تبت المهم كله وسطه، ولا حصلت حاجة وخرجت بطماري ولا شليت وعة. أنا جالس بخط النار. لا ممنوع من المواد الغذائية، ممنوع من الملح حتى الماء أسير أسأل بالليل، الخزان حقي مبعد. نعم. أخرج بالليل أسأل ورجعت، يوم وليتوش أسأل الظهر وعيالي شو اللي يبكوا من الغيب. وليتو زي توقع قنصني ونا. بعد ثاني مرة ليلة الليل نهارات النهار يقنصوا الأرض ببيت حقي. ثالث مرة كنت داخل راقد قمت الصندوق حقيقة ناقلت غاز، ناقلت خشب، ناقلت ليحين حق أواليد. لوصل الصندقة لوصل الصندقة لوصل الصندقة حرقهم بي أجينا والعالش مع أهل حديد طن حديد قلت إن جندي باقي 3 دقائق اللي ببيتي عنو العيالي أخنا زحتونا قلي كان 8 شهور. أنا من اللي استخدمت دقو أبا بزاد قال الحوثي خنصني لا دقو بابا قلت بيبنا بالقيلون أسعفني 2 ويلات قهال لعند السيارة الحين تحلق السيارة مكان دين فوقي للآن للتاريخ لي 1.5 سنة والله ما قدرت برجع حق السيارة. سيرت للمستشفى لا حصلنا دعم من المستشفى ولا شيء. ما خرج ابني الا وغرق لونه ب 300,000. فتحوا بيوت بعد فترة، نهبوا بيوت ما خلوش حاجة حتى الدكان كان معي دا وسطه نهبوا النهون. وابني غرق نص قبل اسبوع، كنت عالق نفسي وعالق ابني. واللي بهن خير كان يندلونا حاجة، اللي بهنش خير ما حش على فت علينا. والله توصلت وكان معي بدل ذهب انني بحتي الحين غريق ان احنا من الديون نازحين. كنتم في الصالحين؟ كنا يعني بالصالحين نازحنا لونه ما يودين لونك يا ليت لا نشتي شوف بيتنا حتى نظرا نوري. ودرنا داوينا ودرنا غاز ودرنا كل حاجه اداوينا وسط البيوت وكان فتحين فتحناهين منو عشان دي لنا اداوي. يعني الناس الان بدي مقاعه، في ناس الان ما معهمش برخ اطلاقا، يعني الشيء الضروري لهم ما فيش معهم حاجه. اذا ما ياكلوا تراب. ها كيف اخي؟ يا مين يقول اننا نخرج مزارعنا؟ الزراعه الان تشوفوا كيف قد حمراء، يعني قد حمراء مزارعنا، يعني باتجاههم لاربع 3 سنين ولا خطاني وسطي. اين نولي؟ يعني بالذات نحن كل مزارعنا عندهم. اغلب الناس نازحين واغلب الناس محتاجين، يشتوا حتى اللي هم بالقرية والله انهم محتاجين ما فيش معاهم ارضهم بخط النار. والزراعة متوقفة كلها تحت سيطرة الحوثي. اجا قاذفة لجنب البيت لفوق البيت وجا الشظايا لرأسي كنت اقول لما كان متقول لماذا خرجت قلت لا ما خرجت راح عند اختي قلت خلا وطلعتني لعند الدكتور قال لي الدكتور من اللي راح اخذ السمام بعد خلاص كل ارضنا ما عرفت زي ما نسير ولا حاجه ولا موظفين احنا بس ما عندنا لا معاشات ولا شيء. بيت الاستاذ عارف بيت عمك؟ ايوه الاستاذ عارف قرب بك ورا من دبون حقا مسكين يرحم الله نجح لها دخلت خدير فقرب به ولا انسان جنبي ولا الا الحوثيين اللي بقرب به الا كل البيوت هذاك اللي يبونك بالذريع وبذريع غبار كلها عقوات ناس فيها قاعدين لبيت اللي جنبه بيت عق احمد الحاج سعيد احمد الحاج تقريبا البيوت اللي فجروها اكثر من عشر عبوات ناس فيها مع كل الرماد رماد البيت ما نمشيش خلاص من حدا المحل حقنا ما نمشيش كمل معنا محل هناك ما نمشيش قنص يقنصوا الاطفال يقنصوا الجوال يقنصوا لحتى الشباب يقنصوا النوم لحتى الشباب اللي هو شيء يقنصوا لا انا قنص عليا بس ما قدرش الله قناص عليا بس ما قدرت الله. ايوه قناص وانا افتح المال وقناص عليا يقنص حتى قناص اقول لك على الدقي على الماشيه قناص علي
كنا أكثر من 10 كساب يموتين يقنص عليهن، يقنص عليها العتل ماشي، يقنص عليها الدقاق الكليابة، يقنص عليها الدوزي معاهم قناصات حديثية. وحين لا في ضرب قذائف كذا تدرسي ولا تقولي؟ لا يبطل المدرسة هذي قا قذيفية لهنا بقطرق الواحد منهم، قطرق الواحد منهم محرومين من الدراسة لمدة 3 سنين، قبطلتنا سنتين، وهذه السنة ولا درسنا ولا درسنا، ما درسنا ماشي. والطلاب ساري يطلب الله على نفسهم، ما فيش مدرسين ولا أي يدرسون، ساري يطلب الله. الحرمان من كل شيء حتى من التعليم، 3 سنوات ومأساتكم هذه لا صوت لها. من يصدق أن قرية على خط النار لم تحصل خلال 2 عامين من الحرب على مساعدة من الجهات المعنية بالإغاثة سوى أقل من 700 سلة غذائية؟ قرية كان يعيش فيها المئات من الأسر، مئات الموظفين الذين انقطعت مرتباتهم، مئات الفلاحين الذين حوصرت أراضيهم، ومئات العمال الذين قطعت طرق انتقالهم، عشرات الجرحى، عشرات الأرامل والأيتام، كل هؤلاء حصلوا على أقل من 700 سلة غذائية خلال أكثر من 1000 يوم. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير، سيكون معنا بعده المحامي علي الصراري والناشط الاجتماعي شهاب الشقب، لا تذهبوا بعيدا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيفي من محافظة تعز المحامي والناشط الحقوقي علي الصراري من المدينة، ومن قرية الشقب الناشط الاجتماعي شهاب الشقب. وأبدأ مع السيد شهاب. مرحبا بك سيد شهاب. الله يحييك ويبقيك. كيف يمكن أن يوصف الحال لسكان قرية الشقب إذا ما تحدثنا بلغة الأرقام؟ اولا احييكم من منطقه الشقب صدر البوابه الجنوبيه لتعز، احييكم من منطقه الشقب المنكوبه، منطقه الشقب الجميله في جنوب شرق مدينه تعز، والتي تشهد ماساه انسانيه ومعيشيه تفوق الخيال. احييكم واحيي كل العاملين في قناه بلقيس الذين ينقلون اليوم صوت الحقيقه من منطقة الشقب، والتي تعاني فقدان العديد من الخدمات والحالات الإنسانية المعيشية المتدهورة. أحييكم، أنقل لكم بلغة الأرقام من هناكم من منطقة الشقب، حيث وثقت لجنة الحقوق الإنسانية والتنموية والرفض من تاريخ 9 ديسمبر 2015 وحتى هذه اللحظة 4853 انتهاكا، أي 42 قتيلا شهيدا، 9 قتلى في غارة الطيران و14 جريحا من الطيران، 172 جريحا بقتل وقمص من قبل الميليشيات المتمردة. يعني أن إجمالي الانتهاكات حتى هذه اللحظة 4852 انتهاكا، 32 مختطفا، 4 حالات تعذيب داخل السجون، 104 أسرة تهجير قسري، 405 أسرة نزوح إلى مناطق مجاورة، 197 أسرة نزحت من خط النار إلى مناطق آمنة داخل القرية، 4 منازل تفجير ونصف لمنازل، وآخر منزل نسف قبل لحظات من هذا الاتصال، وهو منزل شرف أحمد محمد غالب الشقب، تم تفجيره بعبوات ناسفة في منطقة الشقب، 16 منزل مدمر كلي ونهب، 66 منزل تدمير شبه كلي من قبل الميليشيات الحوثية الفاشية، 223 منزل شبه متبرر، 20 منزل خزان مياه متبرر، 353 مزرعة متبررة، 13 منزل منروب،
أربعة أودية محاصرة والتي تعتبر مصدر الدخل الوحيد للسكان. نعم. إذن كل هذه الكوارث سيد شهاب تعرضت له قرية واحدة خلال هذه الثلاث سنوات. قلت لي أنه تم تفجير أحد المنازل قبل أن تتصل بنا الآن. نعم فقط هذه إحصائية لقرية الشقب فقط. لقرية الشقب فقط القرية البوابة الجنوبية التي نساها الجميع، نستها اللجان الحقوقية، نستها التحالف، نستها الشعبية، وتركتها تلاقي مصيرها. نعم في منطقة الشقب فقط. هل يعني يتلقى السكان أي نوع من الإغاثة خلال على الأقل الفترة الأخيرة؟ المنظمات الإغاثية حقيقة رغم التقارير الحقوقية التي نشرت في جميع القنوات الإعلامية، فيها قناة بلقيس، جميع المنظمات بما فيها منظمة سام، منظمة العدالة والإنصاف، ولجنة الحقوق الإنسانية والتنمية والرفض الشعب، جميع المنظمات، لكن المنظمات الإغاثية لم تتمكن من الوصول رغم إدراكها بالوضع الإنساني، بل لم تصل إلى المنطقة سوى إغاثة واحدة فقط من مؤسسة شهيد وهو 600 كرتون، وهناك إغاثة وأنت تسألني في هذه اللحظة 700 سلة غذائية جاءت من مؤسسة توكل كرمان، لكن وللأسف الشديد رغم اتصالاتنا للأخت حياة الدبهالي رئيسة مؤسسة نقول لها أن منطقة الشقب ليست عزلة النجادة، ليست الرون، ليست كحلان، منطقة الشقب معروفة بحدودها الجغرافية والسكانية، لكن لم تستجيب لنداءاتنا ولم تصل حتى هذه اللحظة سلة غذائية. ماذا عن اللجنة المحلية الخاصة بالإغاثة المتفرعة عن اللجنة المركزية يعني التي تتبع الحكومة اليمنية، هل وصلكم منها أي مساعدات؟ الحقيقة أنه لم تصلنا أي يعني أي مسؤول أو يعني حقوقي أو إغاثي لسلطات الشرعية أمام هذه الأزمة الإنسانية التي تتعرض لها سكان الشقب. لم يصلنا خلال ثلاث سنوات من الحصار والقتل والتدمير أي مسؤول حكومي زيارة فقط بما فيها يعني اللجنة الإغاثة. يعني لم يكترثوا بالشقب، لم ينظروا لمعاناة الشقب، لم. ما السبب في ذلك؟ ما السبب في كل هذا الإهمال كما تفضلت سيد شهاب؟ ما هي الأسباب؟ هل المنطقة خطيرة أم أن سكان المنطقة لا يدخلون إلى المدينة، لا يتواصلون مع السلطات المحلية؟ ما هو السبب هذه القطيعة؟ الحقيقة رغم أن كل القنوات كل الإعلاميين ننشر يوميا تعتبر منطقة الشغب منطقة يعني منكوبة، المنطقة مفتوحة آمنة يصل إليها الخط من منطقة العروس، منطقة تعز ثم العروس ثم يصل إلى منطقة الشغب، الخط مفتوح، والإغاثة التي أتت قبل يومين شاهدة على ذلك بقيادة الأخت الفاضلة الكريمة رئيسة مؤسسة شيخ الأخت خديجة. نعم أتت ووزعت 600 كرتون تمر مفتوحة، لكن لا ندري ما هي الأسباب التي عزفت الحكومة الشرعية من الوصول حتى التحرير. لم يصل المنطقة جدول هذه المنطقة رغم الحصار الشديد. هذا ما كنت أود أن أسألك عنه، لماذا يعني توقفت العمليات العسكرية من تأمين هذه القرية وتحريرها؟ هل هناك يعني أسباب عسكرية تمنع هذا الأمر، حماية القرية وتأمينها وإبعاد الميليشيا إلى خارج الحدود التي يمكن أن يستهدفوا منها السكان؟ نعم كل المناطق وكل الجبهات شملتها جدول التحرير إلا منطقة الشقب المحاصرة لم يشملها جدول التحرير، رغم أن المنطقة تشمل ضمن إطار القطاع السادس اللواء 22 ميكا. ناشدناهم مرارا وتكرارا لكن للأسف الشديد لا حياة لمن تنادي. هل هناك موانع عسكرية سيد شهاب؟ هل هناك موانع عسكرية حتى نكون منصفين لا نلقي فقط اللوم على الآخر، هل هناك موانع عسكرية معينة؟ هل هناك صعوبات يعني يمكن أن نتعذر لهم بها؟ لا
توجد هناك مذكرة رسمية كتبت للمشايخ منطقة الشاقب ورفعت إلى الجهات العسكرية، هم ملتزمين بالتحرير من أبناء منطقة الشاقب، ولكن يريدون أدوات التحرير، يريدون الذخائر، يريدون الغذاء، يريدون هذا يعني أصبح السكان أنفسهم أصبح السكان أنفسهم يعني على استعداد لخوض عملية التحرير، فقط يريدون تزويدهم باحتياجاتهم العسكرية. نعم نعم، وأنا حضرت إحدى الاجتماعات. طالما أن هناك جيش وطني، طالما أن هناك جيش وطني وهناك قوات منظمة، يعني هذه هي مهمتها وليست مهمة السكان في نهاية المطاف. دعني أنتقل معك إلى موضوع آخر، موضوع الجرحى. هذه القرية تتعرض للقنص، للقذائف على مدار اليوم، ولشتى الانتهاكات التي تمارسها الميليشيا. كم عدد الجرحى المحتاجين للعلاج من أبناء القرية؟ نعم، هناك يعني العدد الذي يحتاج إليه الجرحى للعلاج، أول ما هناك أمراض مزمنة تحتاج إلى علاج مستمر ويفتقد إليها. هناك حالة نادرة، يعني أول ما حالة نادرة لا توجد في الجمهورية اليمنية، وهي حالة مرضية يعني تحتاج إلى علاج سيلوكس البرين. هذا المرض الذي تعرض إليه الأخ صادق علي محمد، والذي تفجر منزله بعبوات ناسفة. لكن وهناك كذلك 32 حالة فرع، و13 حالة ضغط، 14 حالة سكر، 9 حالة قلب، 18 حالة سل، يعني 121 حالة يحتاجوا إلى علاج الجرحى. الجرحى الذين الآن يقعدون الفلاش هم 74 حالة تحتاج إلى علاج، وتحتاج هناك 6 حالات تحتاج إلى السفر إلى الخارج، ومن ضمنها ابنة الشاقب أمل، والذي نقلتها كل وسائل الإعلام. ولكن للأسف الشديد الشاقب دائما هكذا يعني كتب لها أن تولد ما وراء الجدال، ولم يترحم عليها الجميع، كتب عليها أن تمرض ولم يعودها الجميع، كتب عليها أن تولد ما وراء الجدال ولم يزورها الجميع. كم عدد سكان القرية إجمالا سيد شهاب؟ لأن ما تذكره من أرقام للأمانة مخيف، أن يكون في قرية واحدة كل هذه المآسي وهذا الحجم من الوجع. نعم، المسمى قرية، ولكن إذا وضعناها في القانون المحلي هي عجلتين. عدد سكان القرية، وأنا رفعت هذا بملف أكثر ونشرته بجميع المنظمات وجميع القنوات، 1382 أسرة في قرية الشاقب، أي منطقة الشاقب، أي عجلة الشاقب، نعم. وما زالت تسمى إلى هذه اللحظة قرية. نعم. أي 10,000. اتضحت الصورة. نعم، اتضحت الصورة بحجم المنطقة وبالأعداد التي تسكنها. ماذا عن الأيتام في هذه القرية الذين يعني تيتموا خلال هذه الحرب؟ كم أعدادهم؟ من يرعاهم؟ الأيتام من سابق ومن لاحق، والله لا يوجد في هذه المنطقة يتيما كفيلة أحد. نعم، لدينا عدد الشهداء الذي في منطقة الشق فقط 42 شهيدا، عدد يعني أبنائهم الموجودين داخل القرية 132 يتيم، هذا أبناء الشهداء فقط. يعني أبناء الشهداء 182 و30 يتيم لم يقتلهم أحد، وهناك أيتام من الذين توفوا معنا، الذي توفوا خلال فترة 3 سنوات، توفوا من أبناء منطقة الشاقب وهم أرباب أسر. 43 شخص يعني لم يقتل أبنائهم أحد حتى قرابة 200 يتيم فقط في هذه القرية، هؤلاء فقط الأيتام. نعم. غير الجرحى، غير المرضى، غير المنقطعين. نعم، الأيتام. نعم. فقط قرابة 200 يتيم. نعم. إذن هل هناك أي مساعي لإيصال صوت هذه المآسي لسكان هذه المنطقة، دعنا نقول ونتجاوز عن مسمى قرية منطقة الشقب، هل هناك أي مساعي لإيصال أصوات هذه المآسي كلها إلى الجهات المعنية، حكومة، مركز الملك سلمان، منظمات، يعني من يقوم بنقل هذه المعاناة؟ الحقيقة والواقع نحن لدينا مركز إعلامي محلي متواضع، كذلك لدينا خارطة للتواصل مع كل الإعلام فيها
قناة بلقيس الرائدة والتي دائما تتلمس هموم الشاقب، ولديها فيديوهات كثيرة عن 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 يعني هذا أكل واجب يعني نعم يعني مطالب بقية الزملاء بتسليط الضوء على هذه المأساة أيضا. نعم نعم لدينا تقارير ونرسلها دورية لكل الإعلاميين، لكن يعني لم يكترثوا لهذه يعني التقارير بما فيها تقرير، وأوصلت شخصيا لمكتب المحافظ لوكيل المحافظة الأخ رشاد الأطحلي لكل المنظمات الحقوقية الموجودة داخل محافظة تعز، كذلك لكل القنوات الإعلامية، لكن الحقيقة هناك عزوف عزوف يعني لا ندري ما هي الأسباب، رغم كل توفر كل يعني سبل الوصول للمنطقة. نتمنى أن الاستمرار يعني يظل، والحماس لإيصال هذا الصوت أيضا أخ شهاب يعني يستمر، لأنه ما طرق باب إلا وانفتح في النهاية. هل لك من رسالة أخيرة يمكن أن تطرحها خلال هذا الحيز؟ نحن نقول نموت نموت وتحية نموت نموت وتحية اليمن. لن يمر المليشيات الإنقلابية إلا على جثثنا، إلا على جثث أفرادنا، إلا على جثث أبنائنا. هذه الرسالة الأولى. أما الرسالة الثانية أن أنقلها للجهات الحكومية وكذلك التحالف العربي أن يأخذوا بعين الاعتبار فك حصار هذه القرية الريفية النائية. أما الرسالة الثالثة أنقلها للجهات الإغاثية والحقوقية، يجب عليكم أن تصلوا الإغاثة إلى منطقة الشقب المحرومة المحاصرة. أنا أطالب الأخت توكل كرمان لنقل الإغاثة 700 والذي فرح فيها الأهالي قبل يوم أن هناك 700 سلة غذائية لمنطقة الشقب، أن توجه رسالتها للأخت حياة الدبحاني. نعم بإذن الله تصل، بإذن الله تصل هذه الرسالة، وجميع من ناشدتهم أيضا يكونوا في الاستماع، وأيضا أضم صوتي إليك وإلى يعني أتوجه إلى جميع الأخوة الإعلاميين ووسائل الإعلام أن يهتموا بهذه المنطقة، فما يحدث فيها أمر مستغرب تماما، أمر يفوق الاحتمال حقيقة. شكرا جزيلا لك شهاب الشقب، كنت معي من منطقة الشقب لن أقول قرية. وينضم إلينا الآن المحامي والناشط الحقوقي علي الصراري. مرحبا بك سيد علي. أسعد الله أوقاتكم أحبتي. شاهدنا اليوم رسائل مؤلمة وموجعة من منطقة الشقب لن أقول قرية بعد هذه المعلومات التي عرفناها عن حجم هذه المنطقة وحجم المأساة فيها. مئات من الانتهاكات المستمرة بحق السكان المدنيين، أعداد مهولة من يحتاجون المساعدات، أسر بالمئات. كيف ينظر القانون إلى جريمة محاصرة السكان المدنيين واستهدافهم كما هو الحال في منطقة الشقب؟ في البداية نشكر قناة بلقيس، هذه القناة الرائدة التي تتلمس هموم المواطنين خاصة في الظروف الاستثنائية التي تشهدها اليمن. في الحقيقة هذه القناة قامت بواجب وطني. شكرا جزيلا لك سيد علي، لكن دعنا نعود إلى السؤال. في ظل تخاذل الجميع بالفعل، عموما ميليشيا الحوثي الانقلابية منذ أن ظهرت على السطح وهي تمارس أبشع الجرائم والانتهاكات الجسيمة في حق المواطن اليمني. ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يصنفها ويكيفها القانون الدولي والإنساني والقوانين الوطنية بأنها جرائم حرب ويجب معاقبة مرتكبيها. الميليشيا الحوثي عندما ترى الناس لم يطالها العقاب فإنها تتطاول وتتمادى وتستمر في ارتكاب تلك الجرائم. نعم. جرائم الحصار وجرائم زراعة الألغام خاصة في مناطق مثل منطقة الشقب. نعم. ومحاصرة هذه المدينة ومعاملتهم يعني يعاملون السكان كأنهم أهداف عسكرية، كأنهم مقاتلين يعني عسكريين بالفعل. كأن الجميع يرتدي البزات العسكرية. لا أدري ما هو هذا يعني الكمية من الحقد التي تصب على هذه المنطقة. من المعروف أن منطقة الشق منطقة زراعية جبلية، هي في منطقة جنوب شرق تعز وهي بوابة رئيسية، ولذلك ميليشيا الحوثية هي تعرف ذلك بأن هذه المنطقة مهمة وهي
تعزز لتلك المنطقة بكل قواتها وتقوم بقنص المواطنين والمزارعين. ونحن نعلم بأن هناك ضحايا ألغام، هناك المواطنة دليلة والمواطنة عفاف والتي سقطت بتلت أقدامهما في ألغام. تناولنا موضوعهما في حينه. نعم وكانت قصتهما مؤلمة جدا. فهي من جرائم الحرب التي ترتكبها ميليشيا الحوثي وهي زراعة الألغام في قرية مثل قرية الشقب، كذلك عملية القنص التي يقومون بها على المواطنين وعلى المزارعين. المنطقة هي بعيدة عن المدينة، ومعظم الجرحى الذين يتم إسعافهم من تلك المناطق يموتون في منتصف الطريق كون قبل أن يصلوا إلى مستشفيات المدينة. وهذا ما يستدعي إلى أن على المنظمات الدولية الإنسانية والمحلية ببذل جهود أكبر في خدمة هذه المنطقة وإيصال الإغاثة وإيصال المواد الطبية إلى هذه المنطقة كونها تعاني منذ أن بدأت الحرب. منطقة الشقب أنا نعرف أن أبنائها هم من قاموا بالدفاع عن هذه المنطقة قبل أن تدخل ميليشيا الحوثي إلى المدينة ومنعتهم من الدخول. هذا كانت في إطار المقاومة الشعبية وقبل أن تتشكل الألوية العسكرية الرسمية وقبل أن يعاد تنظيم صف قوات الشرعية. الآن هناك توقف للعمليات العسكرية عند حدود هذه القرية، وهذا أمر كما ذكر قبل قليل السيد شهاب الشقب غير مبرر. هناك إهمال ولن أتهمهم، لكن أقول أن ليس اتهام وإنما تساؤل، يعني من حق الناس أن يتساءلوا وهم يموتوا بهذه الأعداد ويعانوا بهذه الكيفية، من حقهم أن يتساءلوا لماذا لم يصل التحرير، ما هي الأسباب؟ بالرغم من أنها منطقة حساسة والكل يعلم ويدرك ذلك ويعلم خطورة بأن يأتي الحوثي من تلك المناطق وخطورته على المدينة بأكملها. عموما نعود إلى الجانب القانوني. نعم إذا أردنا يعني الحديث عن الإجراءات القانونية، ما هي الإجراءات القانونية التي يجب القيام بها لحفظ حقوق هؤلاء الضحايا في هذه المنطقة؟ نقول على ما استطاع من المنظمات ومن الأفراد ومن المواطنين برصد وتوثيق جميع الانتهاكات التي تمارسها هذه الميليشيا الانقلابية في حق المواطنين وفي حق المزارعين وفي حق النساء والأطفال في تلك المناطق أو في جميع مناطق تعز واليمن، بأن يقوموا بتوثيق هذه الجرائم وإيصال الملفات إلى المنظمات الحقوقية والإنسانية وإلى منظمات دولية في العالم وإلى مجلس حقوق الإنسان من أجل أن لا تسقط هذه الجرائم المرتكبة ضد المواطنين كونها وارتكاز جميع أنواع شتى الجرائم من قنص ومن زراعة الغام ومن تفخيخ المنازل. الآن أسمعه يقول بأن تم تفجير أحد المنازل اليوم في المنطقة. نعم وكلما تراجع الجيش هناك أو كان هناك مناوشات يتم الانتقام من المنطقة ويعني ويتحمل المدنيون لما وصلوا المنطقة قاموا بتفتيش منازلها. أصبحت هذه الأمور معروفة، والتوثيق كما تفضلت هو أمر مهم ودائما ندعو له خلال عامين من عمر هذا البرنامج وخلال جميع برامجنا، ندعو ونؤكد دوما على أهمية التوثيق لكل الجرائم، التوثيق باللحظة بالشهود بالصور وبكل ما أمكن لحفظ الحقوق. لكن سيد علي لدي تساؤل، وأنت أثرت الموضوع بداية حديثنا وهو عن الإجراءات التي يجب أن تتخذ بحق هؤلاء المنتهكين. 3 سنوات حتى الآن لم يقدم اسم واحد للتحقيق أو المحاكمة، لدينا جهاز قضائي مغيب بل مدفوع له الرواتب وذهب ليقدم بعضهم الولاء لقادة الميليشيا. كيف تنظر كمحامي إلى مثل هذا الوضع في الوقت الذي قامت فيه الميليشيا بعمل محاكمات وإصدار أحكام بالإعدام على حتى رئيس الجمهورية وكبار السلطة الشرعية وتجميد أموال للمئات؟ كيف تنظر إلى الأمر كمحامي؟ عندما لما يتم اتخاذ قرارات صارمة رادعة عاجلة في هؤلاء المنتهكين لحقوق الإنسان استطاعوا أن يستمروا في انتهاكاتهم ضد الإنسانية ضد المواطنين. استمرت هذه الجرائم كونهم يعلمون بأنهم سيفلتون من العقاب. لم يتم احترام القرار الصادر من مجلس الأمن 2214
مجلس الأمن لم يتعامل بجدية للقرارات التي قام بإصدارها. كذلك أنا أحمل الحكومة الشرعية بأنها لم تضغط حتى على منظمات وعلى الأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن في أن يتخذ هذه الجماعة عقوبات إضافية. صحيح. أو حتى لا نقول عقوبة إضافية، نقول تطبيق العقوبات السابقة والقرارات تطبيق السابقة. تطبيق القانون اليمني سيد علي، تطبيق القانون اليمني هو مطلب الجميع. يعني هناك ضجيج على 3 إلى 4 أسماء أدرجوا ضمن القرار الأممي والبقية خارج المسائل القانونية حتى الآن. عموما كل الشكر لك سيد العزيز المحامي والناشط الحقوقي علي السراري، كنت معي من مدينة تعز، شكرا جزيلا لك. مشاهدين الكرام، إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة. نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. سكان قرية الشقب، تم الرصد في أمان الله.